كما العادة غمشي ونبدأ بأولى فقرتنا، فقرة تغذية دائما مع ضيفتي وضيفتكم لطيلة هذا الأسبوع أسماء زريول، معنا مباشرة من الرباط. صباح النور أسماء. صباح النور حليمة. صباح النور جميع. صباح الخير عليك أسماء، وصباح الحميات الغذائية اللي احنا كنتكلموا عليهم هذا الأسبوع. فصراحة أسماء استفدنا الشيء الكثير معك، لأن اخترنا ربما حميات غذائية اللي ما معروف في شيء بزاف. فاليوم غنتكلموا كذلك ربما على حمية اللي هي ربما كتخفض فقط ديك النسبة ديال الإصابات بالتهابات، أو ربما أشياء أخرى اللي غادي نتعرفوا عليها معك هذا الصباح أسماء، وهي حمية زون أو ريجيم زون. نعم، ريجيم زون هو أيضا من الأنظمة الغذائية الخاصة واللي كان يعني اللي كنحاولوا أننا دائما نشرحوا للناس الأهمية ديال كل حمية. نعم. فمثلا على مرور هذا الأسبوع تكلمنا على الحميات، وتكلمنا على حمية أكتيز، تكلمنا على يعني تكلمنا على الحمية يعني بصفة عامة. الكيتو أيضا. نعم الكيتو، وبينا لكل حمية علاش كتحت تعتمد. بالنسبة لليوم غنتكلموا على حمية زون. حمية زون الهدف ديالها دائما هو إنقاص الوزن، إن إنقاص الوزن معناه تخفيف ديال الالتهابات يعني تلقائيا. نعم. وحمية زون ما كتختلفش واحد الاختلاف كبير على الحميات الأخرى، فقط النسب ديال الكربوهيدرات مع البروتينات مع الدهون كنعيدوا ترتيبها. فمثلا كنوليو نعطيو 40% ديال الكربوهيدرات مع 30% ديال البروتينات مع 30% ديال الدهون. في حين ان في الحميه العاديه كيكون عندنا نسبه البروتينات اقل من نصف، مثلا تكون عندنا 14-15% فقط. نعم، فهذا هو اللي كيميز هذه الحميه هذه. نعم، اذا كيف ما قلتي وهذه نقطه مهمه جدا، يعني منين تنكونوا متحكمين في الوزن ديالنا اولا كتكون النسبه اولا كنخفضوا من الوزن ديالنا، فهنا كان مباشره وبطريقه مباشره حنا تنحيدوا ديك النسبه ديال الاصابه ديال الالتهابات الجسديه اللي ممكن تطرا على الجسم ديالنا. فهي حميه خاصه بالالتهابات ولكن في نفس الوقت كتخفض الوزن يا كأسماء. نعم، هي كتخفض الوزن وفي نفس الوقت يعني حنت الأصل فيها هو أن اللي اختارها واحد الطبيب اللي بغى ياكل بطريقة صحية. نادو وبدات يقول مثلا نخصنا ناكلو بروتينات، وتكون بروتينات ما فيهاش دهون، والدهون خصها تكون يعني تكون صحيه، والكربوهيدرات خصها تكون يعني الاندكس الجليسيميك ديالها يكون جيد. وحد الحميه مقارنه مع انواع الحميات الاخرى كتكون صحيه. نعم. يعني هذه يعني من بدينا حنا تنقولوا لا صرد البال ايتو، ولكن هذه بالضبط حميه جيده وممتازه اللي غادي يعرف يتبعها بطريقه صحيه ويعرف البدائل. يمكن المشكل اللي فيها هو انها حميه مكلفه، يعني باش غادي نكونوا ناخذوا يعني البروتينات 30% وناخذوا مثلا الدهون 30% وماشي اي دهون ما يخليك وحتى الكربوهيدرات ماشي اي كربوهيدرات، هي حميه مكلفه ماديا نوعا ما ولكن كتبقى صحيه. نعم نعم. فهو ذكرتي يعني القصة ديال هاد الطبيب، هو يقال أن هاد الطبيب هذا يعني واحد من الأفراد العائلة ديالو كان توفى، يعني كانت وفاة مبكرة نتيجة الإصابة بالذبحة الصدرية، وهو يعني بقى كيفكر باش يشوف شنو هي الطريقة الأنسب خلال النظام الغذائي. ف
كما نقولوا اخترع هاد الريجيم هذا اللي هو ريجيم مأزون، واللي كيف ما قلتي يعني عنده ما عندوش بزاف ديال الاضرار جانبيه او عوارض جانبيه. هي ما عندوش مكلف نوعا ما، مكلف غير وكاين بعض الانواع ديال الاغذيه اللي نورمالمون هما صحيين وكنحيدوهم من هاد الحميه هذه، بحال مثلا تنحيدوا الزبيب كنقدروا نحيدوا، يعني هذا هو اللي هذه هو الاختلاف اللي كاين. مثلا نقدروا نحيدوا حتى البطاطا، نقدروا يعني هذا الشيء اللي تيخليها نوعا ما يعني مكلفه وشويه كان مونوتون، الا بغينا نقولوا مونوتون يعني فيهاش تنويع كبير. ما فيهاش تنويع، نعم. واخا بالنسبه للحميه الغذائيه اسماء، يعني اي حميه غذائيه نعاودوا فقط غير نذكروا الناس بان راه اي ريجيم بغينا نديروه تيخصنا دائما ناخذوا استشاره. علاش انا كنعاود نركز على هذه الهضره؟ لان يعني ربما الناس اللي كيستمعوا لنا الان حنا تنتكلموا على الريجيم والصيف والرياضه والبحر، فكاينين بزاف ديال الناس كيبغيو يديروا مجموعه ديال الانواع ديال الريجيمات ولكن بدون استشارة. فأهمية الاستشارة علاش أسماء؟ واش باش نتجنبوا مثلا إلا كنا مرض بشي مرض مزمن وما نديروش ريجيم اللي يخرج علينا مثلا، أو لا غير باش نعرفوا الكميات المحددة والمسموحة اللي ممكن نتناولوها في هذا الريجيم؟ نعم، الاستشارة مهمة أولا، لأن احنا ملي كيجي عندنا أي مريض ولا أي شخص كيبان أنه صحيح ولكن بغى ينقص الوزن كنسألوه مجموعة من الأسئلة كنشوفو ملفه الطبي، إلا احتاجينا إلا شكينا في حاجة كنقدروا نرجعوا للطبيب ديالو طبيب الأسرة باش كيعطينا تفاصيل أكثر على حالته، ولا إلا شكينا شي حاجة كيمشي يقلب ديك الحاجة اللي شكينا فيها حيت كنعرفوا تاريخ المرضي وكل شيء. ثاني حاجة أننا ملي كان الإنسان ملي كيتبع فملي كنعطيو الحمية فكنحاولوا أنه ما يخسرش من الكتلة العضلية، مهم جدا أننا نحافظوا عليها. لأن الناس فاش كينقصوا الوزن يكونوا فرحانين، نقص ما نقصش ما نقصش ما نقصش العضلات، العضلات باش تردها راه مشكل كبير. لان حتى مع الحميات اللي كتكون صحيه وكل شيء كتمشي مع كتمشي واحد جزء من العضلات هو كيمشي، فما بالك ملي كتكون كدير حميه غير صحيه. ثالث حاجه ملي كيقدر الانسان كيقدر يكون محتاج النظام الغذائي لانه اصلا مريض، مثلا عنده السكري، عنده الكلى، عنده امراض مشكل في الجهاز الهضمي، فحنا كنعرفوا امتى غادي تعطي خص الحاله ديالو متابعه وخاص النظام الغذائي ديالو. مثلا عطينا اليوم واحد النظام غذائي معين فكنقدروا نبدلوه على حسب الحاله الصحيه ديالو، يمكن طال عليه السكر عطينا حاجه بعدو رجع السكر مزيان، نهار اخر يمكن طلع لي شويه بوتاسيوم وحنا غاديين. فكان اون اجوست وتنقدوا كل حميه على حسب هذاك الشخص، هذاك السيد هذاك النهار كان عنده باش يشري، نهار اخر ما عندوش باش يشري خصنا نلقاو ليه بدائل. نعم وهي غاده وهي غاده نعم باش يبقى متبع النظام الغذائي ديالو. اما ملي كتكون الحميه واحده ويبقى متبعها يعني تالين غادي يبقى ياكل نفس الشيء. نعم صحيح، وخاصة حنا تنعرفوا بأن الريجيم راه نمطي تيكون، يعني واخا هكاك الإنسان راه كيطلع له في الراس، لأن عادة حنا الأكل ديالنا والوجبات ديالنا يعني كلنا تنعرفوهم كيفاش دايرين، تنبغيو اللذة تنبغيو المذاق، واللذة والمذاق يعني دائما تيكون فيهم مكونات اللي ربما ماشي مزيانة للجسم ديالنا، فصعيب أننا نتبعوا ريجيم. فلذلك دائما خصنا نستشروا الناس ونبقاو متبعين مع الأخصائيين باش دائما يعني ناخذوا الاتجاه والمنحى المناسب. هذا سؤال خارج توصلت به الان على الانستغرام اسماء، بالنسبه لواحد السيده كتسول واش ممكن نديروا ريجيم باش نتخلصوا من السيلوليت. طبعا السيلوليت مشكلتها اساسا هو غذائي، غذائي طبعا، مشكلتها غذائي محض
بالدرجة الأولى عاد كتجي الحركة من بعد، ولكن حركة بدون نظام غذائي ما تعطيناش يعني نتيجة. إذا يعني مثلا السيلوليت خاصة واحد نظام غذائي معين، واش نظام غذائي اللي هو كما تنقولوا انديفيدوال يعني على حسب الشخص، أو لا هو بحال هذه الأنظمة الغذائية اللي كنتكلموا عليها الآن؟ هو على حسب كل شخص، ولكن نظام غذائي بحال هاد حمية الزون تقدر يعطي نتيجة. الحمية الكيتو لا ما تعطيناش نتيجة كبيرة. نعم. ف يعني وحسب حتى نوعية السيلوليت اللي عندنا وشحال متقدمة ولا عادية ولا كيفاش. كيكون هناك نتيجة. نعم. واخا، فاللي بغى يسول على شي حاجة على السيلوليت على الريجيم على أي حاجة ممكن تواصلوا مباشرة مع أسماء زريول على الانستغرام واللي هو أسماء زريول، وأنا غنضيفك الآن أسماء حشومة، ما عنديش أسماء في الانستغرام. فانا غادي نتابعك اسماء، وما شاء الله عليك يعني دائما عندك حويجات اللي زوينين وطبيعه الحال كنستافدوا منها جميعا. فشكرا اسماء، نتلاقاو بك غدا بحول الله على نفس التوقيت وطبعا على نفس الاذاعه. صباحك مبروك.